السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله الجميع بخير. طلاب إن شاء الله بداية محاضرتنا، بس هنسوي مراجعة أخذناها بالمحاضرة السابقة. شو أخذنا بالمحاضرة السابقة؟ أخذنا البيرسيتران، وقلنا الطريقة الأولى من البيرسيتران إنه أوجد الحل عن طريق الـ decision boundary، إنه أوجد خط يفصل لي بين الباترين اللي هي مثلا B1 B2 إلى آخره. زين، اخذنا مثال على الاند جيت. زين، خلينا نراجع خطوات الحل. خطوات الحل انه شو نسوي بالبدايه؟ فيرست ستيب انه ارسم ديسيجن باوندري، انه هو شنو؟ خط يفصل لي شلون هذا. زين، بين الدارك واللايت. زين، سيركل. تمام، بعد ايش راح اسوي؟ افرض ويت هذا من عندي اي واحد، يعني هذا بكيفكم، ممكن مو شرط ان مثلا هنا اثنين باثنين اي شيء. زين، بس يكون ملائم. شنو هي الشروط؟ الشروط انه يكون اورثوغونال على الديسيشن باوندري، يعني شنو؟ عمودي على الديسيشن باوندري، واتجاهها وين؟ اتجاهها الى الكرات السود. تمام، الدارك سيركل. بعد ايش راح اسوي؟ راح اوجد البايس عن طريق شنو؟ عن طريق انه اطبق القانون مالتي. زين، واساوي بالصفر هذا القانون، واخذ نقطة البي. البي هذه منين اخذها؟ اخذ اي نقطة على من؟ على الديسيشن باوندري. اي نقطة انا هنا اسهل شي اخذ النقطة هذه، حتى هذه شو تمثل لي مثلا؟ تمثل لي صفر او عفوا 1.5 بصفر، او مثلا هنا أنا 0 بـ1.5. اوكي، انت ممكن تختار هذه النقطة ويطلع لك الحل صحيح، بس انا اخذ الاسهل حتى كارقام. اوكي، زين. إذا أنا وجدت الـ weight والـ b. زين، من يقول هذا حل صحيح؟ أجي تشيك يعني أشيكهم على الـ point مالتي، المفروض يطلع لي شنو؟ لما أجي أطبقهم على الـ b الأولى، المفروض يطلع لي الـ a اللي هو الـ output صفر، لازم شنو؟ لازم يساوي لي التارجت. هنا هم يطلع المفروض صفر. زين، هنا يطلع لي 1. هذا بالنسبة لمن؟ للـ AND gate. ممكن تطبقوها نفس الشيء على الاورد جيت. الاورد جيت اوكي، ويطلع لكم الحل ايضا صحيح لما تطبقها على، طبعا تختلف الويت المفروض هو البي، طبعا هيطلع غير يعني غير قيم. زين، حاولوا تطبقوها. زين، هذا البيرسيتران بهذه الطريقه. مو على كل الاسئله اقدر انا احل بالبيرسيتران. ليش؟ لان اكو اسئله انا ما اقدر احلها، مثلا على الاكسكلوسيف اور. نتذكر الاكسكلوسيف اور، الاي والبي هاي مالتي هي ثابته، او يعني هي الانبوت مالتي. زين، الاوتبوت مثل ما تتذكرون المشابهات صفر، المختلفات واحد. تشوفون اذا اجي ارسمهم هذا اني، زين، هاي صفر بصفر هياتها. طبعا احنا اذا تتذكرون قلنا الاوتبوت اذا صفر اخلي لايت سيركل، واذا الاوتبوت واحد اخلي شنو؟ دارك سيركل. رسمتهم. هسه اجي اني اريد ارسم ديسيجن باوندر يفصل بيناتهم. جيت انا خليت هذا فصل بيناتهم؟ لا. زين، جيت هيج فصل بيناتهم؟ لا. اجي هيج ايضا ما فصل بيناتهم. فاي ديسيجن باوندر هنا ما يقدر يفصل بيناتهم، ففي حاله انا لازم استخدم غير طريقه. اوكي، بس حتى اوضح لكم الصوره، انه هذا حتى مثل ما ذكرنا المحاضره السابقه، انه هذا الطريقه ليميتد، انه محدوده. زين، ما اقدر بكل شيء اقدر انا احل بها. زين، خلينا ناخذ مثال. هذا جاء العام للطلاب بالفاينل. نعطيك هذا رسم، شوف السنانه، نعطيك رسم. شو اللي اخذناه بالمثال بالمحاضره السابقه؟ انه مرات انه يعطيك اما انبوت اللي ارقام وانت ترسمهن، او يعطيكم مباشره الرسم. زين، يقول لك اول شيء بالبدايه يقول لك ديد سنجل لاير بيرسيتران، ممكن انه تحلها بسنجل لاير بيرسيتران؟ طبعا اقول له نعم. زين، انا لين اقدر احلها اللي هو قانون مالتي W1، يعني انه W1 في B في P. زين،
انه ما يحتاج اخذ دبليو 2 او الى يعني او 3 او غير شيء، انه اقدر سنجل لاير. زين، طبعا اذا قلت نو انا لازم اعطي السبب. زين، يقول لك اذا يس حل اياها. وشوف هنا انا ذاكر لك ديسيجن باوندري لما يكون لك فيرست ران. بس هناخذ غير طريق الطريقه الاخرى للفيرست ران اللي هي ليرنينج فيرست ران. هنا لما يذكر لك ديسيجن باوندري يعني شنو؟ عن طريق الرسم. زين، في البدايه احنا ايش قلنا؟ قلنا افصل الكرات البيض عن السود. انت بكيفك، هنا انت تختار اي قيمه هنا تقدر منها لهنا. هيج. زين، قلنا هنا انفينيت نمبر، انت تقدر حتى تقدر تختار هذا. زين، بس انا شو اختار؟ اختار الاسهل الي. فانا شو اختاريت؟ اختاريت هذا بين واحد وواحد. هذا اسهل واحد. تمام؟ هاي الخطوة الأولى. زين، بعدها شو اسوي؟ تشوز ويت. زين، وش قلنا الويت؟ قلنا الويت هو عمودي على الديسيشن باوندري. ويكون اتجاهه وين؟ اتجاهه نحو الأسود. زين، ويجي واحد يختار لي هنا أنا هيجي خطأ. زين، ليه صار اتجاهه وين؟ نحو البيض. أريد اتجاهه نحو السود، تمام؟ هذا ثابت. هنا مثل ما تشوفون هنا طبعا اللي ارسمها عمودي هنا أنا. زين، بعدها شو تسوي؟ احسب الويت. شو يقول لك؟ تشوز اني بوينت على من؟ على الديسيجن باوندري. فانت هنا بكيفك تريد تختار هذه النقطة اللي هي مثلا هذه كيفك. نرجع ونقول احنا ايش قلنا؟ قلنا نختار النقطة الأسهل. النقطة الأسهل هي شنو؟ على الأكسس اللي هي هاي. ليش؟ حتى واحدة من عندهم صفر اللي هي واحد بصفر. اجي اختارها واحد بصفر طلعت تسالب اثنين. تمام؟ زين، اللي هو هذا الويت خلص الحل انا مالتي. زين، من يقول حل صحيح؟ ابدي اشيك اختار اي نقطة من ذني. اجي اختار هذه او هذه. المفروض هاي ايش تعطيني؟ تعطيني صفر. هاي المفروض ايش تعطيني؟ تعطيني واحد. تمام؟ هذا هو الكلاس واحد. شوف طبعا هو قايل لك، او عفوا انا بالسالب نفس الشيء، يعني قال لك الكلاس سالب واحد هنا السود والبيض واحد. تمام؟ طلعت واحد، اذا حلي صحيح. اوكي، واضح ان شاء الله بالنسبه لهذا الموضوع اللي هي عن طريق الرسم ديسيجن باوندري. زين، نرجع عليكم. احد عنده سؤال بالنسبة لهذا الموضوع؟ ان شاء الله. تمام استاذ. تمام طلاب، ان شاء الله المحاضرة القادمة كويز بهذا الموضوع، بنفس المحاضرة يعني نفس هذا الوقت. تمام؟ زين، ننتقل الى موضوع اخر. استاذ ياسر العفو. نعم استاذ، والله ما تعرف ده نقرا ماده الامتحان فلحد الان والله ما مخلصيها، فهاي الماده غير الا نرجع نراجعها يلا نقدر ناخذ كويز بها استاذ. ايه هذا شو وقت؟ هاي الاسبوع الجاي احمد. ها الاسبوع الجاي كويز؟ الاسبوع الجاي. اي الاسبوع الجاي. ها عبال ورا المحاضره هاي. لا لا محاضره. اي الاسبوع الجاي. تمام يعني ان شاء الله. زين، ننتقل الى طريقه الاخرى. هاي الطريقة شو تقول؟ اللي هي بيرس ليرنينج بيرس رول. هاي بيرس تران ليرنينج رول. تمام؟ هو ماخذ مثال هذا الانبوت B1 B2 B3 ونعطينا التارجت مالتهم. هنا انا شريط اريد انا احسب واي تو بي. هنا حساب مو على الرسم. زين، لان يمن اجي يعني اسوي كرسم تصير صعب علي او طويله عفوا. زين، فهنا أنا شلون اجي احسبهم؟ زين، انا شويه هنا أنا حليتهم هنا أنا لان بالكتاب شويه يعني مختصر، فانا حليتهم حليتها لكم. تابعوا يعني
عندي هذا نفسه هو البي 1 والبي 2 والبي 3، وكل واحد له التارجت مالته تمام. هو ناطيني انيشال ويت، انا مرات هو يعطيك اياه بالسؤال، مرات ما يعطيك اياه. اذا ما اعطاك اياه بالنسبه للويت وبالنسبه للبايس، فانت تاخذ نصفاره، يعني صفر بصفر، وهنا أنا ايضا اصفار، والبايس البايس هم صفر. زين، ترى السنفكشن هي ثابته اللي هي هارد ليميت. زين، هنا عندي اهم ملاحظه، شو يقول لك هي اساس هذه؟ يقول لك اذا انت جيت حسبت، ها طبعا المفروض قبل الملاحظه، المفروض اني لما اجي احسب ويت واحسب بايس، المفروض شنو؟ المفروض هذا يتطبق، يعني يتطبق على الكل. يعني لما اطبق على البي 1 المفروض يطلع لي الاي يساوي التارجت اللي هو 1، لما اطبق على البي 2 هذا الويت والبايس يعطيني الاي 0 اللي هو نفس التارجت، ولما اطبق على البي 3 يعطيني التارجت 0 وايضا الويت 0. زين، انت بقى الملاحظه شو تقول لك؟ تقول لك اذا التارجت كان 1، يعني وين مثل هذا، والاي طلع لك صفر، شو تسوي؟ تحسب ويت جديد. زين، تحسب ويت جديد، شو يسوي هذا الويت الجديد؟ الويت القديم زائد البي. زين، وبالنسبه للبايس شو يسوي؟ القديم زائد 1 تمام. اذا مثلا هنا جيت طبقت هذا هنا، زين، وطلع لك الاي صفر، هذا هو الاي صفر، وكان التارجت شنو؟ 1. شو تسوي؟ تجمع. اذا بالعكس، اذا التارجت صفر والاي 1، شو تسوي؟ تطرح هنا، تطرح من 1. خلينا نطبق ونشوف 4b1. طبعا هنا هذا البايس هو صفر، فهنا هو هامله، هذا المثال هو هامله، قال ما راح اختار، طبعا هو بالكتاب طبعا مو من عندي، قال راح احمل البايس، شوف without bias we beginning network، يعني هامل البايس تمام، فما له تاثير. يقول لك طبعا بس في هذا المثال بس حتى يوضح الفكره لكم. في ثاني، هذا هو الويت، هذا من جبته، هذا هو نعطيني اياه بالسؤال تمام، وهذا البي، بين ضربتهم ايش طلع لي الناتج؟ طلع لي صفر. ساوى لي التارجت؟ لا، يعني خطأ، وينه؟ التارجت هو 1. زين، هلا ارجع على الملاحظة، تقول ملاحظة اذا تي 1 وال اي طلع لي صفر، شو اسوي اني؟ اجمع تمام؟ شو اجي اجمع؟ شوف ويت الجديد شو يساوي الويت القديم؟ وين هذا الويت القديم؟ جبته نفسه، جمعته ويا من؟ ويا البي، طلع لي ويت جديد. بس المفروض لما اجي اطبقها، لما اجي احسب اطبقها نفس الشيء، هاي ارجع اطبقها على البي هنا، المفروض يطلع لي الحل صحيح. خلينا نجرب هذا الويت الجديد، شوف هذا البي 1 هو نفسه، وهذا البايس هنا قلنا صفر هامله، جيت ضربتهم ايش قد طلع لي التارجت؟ طلع لي 1، او العفو الاي طلع لي 1، اذا شنو؟ ساوى لي التارجت تمام. زين، هلا اجي اطبق على البي الثانيه، بس حلي صحيح. شوف البي الثانيه، جيت خليت الويت، الويت ياهو اخذ الويت نفسه هذا اللي طبقته على الجديد النيو، مو اجي اختار اول واحد، لا النيو. زين، جبت هذا الويت، وين هو؟ هذا. زين، على البي 2 ايش قد طلع لي؟ طلع لي 1. زين، التارجت ايش قد؟ التارجت صفر. ايش قلنا؟ قلنا على الملاحظه الثانيه، اذا تي صفر والاي 1، شو اسوي؟ اطرح. زين، سويت جيت طرحت ويت الجديدة، أمين أطرحها؟ أطرحها من البي 2 تمام؟ إذا أجي أطبقها طلع لي 1، إذا أوكي، علي صحيح.
شوف طبقتها وين؟ على البي 1 طلع لي صحيح، طبقتها رجعت على البي 2 ايضا طلع حلي صحيح. زين هسه اجي اطبقها على شنو؟ على البي 3. زين هذه هي الويت، هي نفسها، عفوا هذا البي 3 وهذا الويت نفسه اللي هو هذا. طلع لي التارجت، طلع لي 1. زين اجي اشوف هو ايش قد كان. صفر. اذا شو اسوي؟ اطرح. تمام. هي طرحت، طلعت لي ويت اخيره. هذه الويت الاخيره المفروض لما اجي اطبقهم على الكل يطلعوا لي نفس التارجت، هذا الاي نفس التارجت الاول، هذا الاي 2 نفس التارجت الثاني، نفس، وهذا الثلاثه نفس التارجت الثالث. تمام. ترى مو صعبه، لا تدوخون، اخاف دفتوه. زين نجي نعيد. كلش زين. هسه انا بالبدايه ايش قايل؟ قال انا البايس اهملها. زين عندي بي 1 وبي 2 وبي 3 كل واحده لها تارجت. انا لما اجي احسب ويت المفروض هذا الويت اطبقه على البي 1 وعلى البي 2 وعلى البي 3. الاي اللي تطلع لي المفروض تطلع لي تشبه التارجت، او مو تشبه، نفس التارجت الاول. لما اطبق على البي 2 تطلع لي نفس التارجت مالتها، لما اطبق على البي 3 يطلع لي نفس التارجت مالتها. زين الملاحظه انه لما اجي احسب الويت الجديده شلون؟ يقول لك اذا تي طلع هي 1، هي 1 والاي طلع لك 0، شو تسوي؟ تجمع. اذا التي هي 0 والاي طلع لك 1، شو تسوي؟ تطرح. ما بيها شيء ان شاء الله. زين هي طبقتها على البي الاولى. تمام. يا الويت، هذه هي الويت اللي ناطني اياها بالسؤال، طبقتها ايش طلع لي؟ الناتج طلع لي 0. اجي على الملاحظه مالتي، اذا التي هي 1 وين 1؟ والتي ياته 1 ناطينيها، والاي طلع لي 0، شو اسوي؟ اجمع. جيت جمعتهم، جمعت الويت ويا البي الاولى طلع لي ويت جديد. لما جيت طبقته طلع لي الناتج الصحيح. اوكي ممكن هاي الخطوه انت تستغني عنها، انه ممكن بس تجمعهم. اوكي صحيح. بس اذا يريد، يعني انا بس حتى اريد اوضح لكم الفكره، اذا تريد انت تتاكد انه تطبقه ويطلع لك الناتج المفروض الاي نفس التالي. اجي اطبق الويت هذه نفسها على البي 2، ممكن يطلع صح او لا، ما اعرف. يما اجي اطبق يلا، انه مو شرط يطلع غلط، ممكن مرات اوكي يمشي. زين هسه راح نشوف اسئله. جيت طبقتها اضربهم يطلع لي الناتج 1. وش قد التارجت كان؟ التارجت كان 0. شو اسوي هسه؟ اطرح. ليش؟ لان التارجت 0 والاي طلعت لي 1، هياته 1. سويت؟ جيت طرحت الويت القديمه ناقص البي، البي 2. شوف هذه ايضا تريد انت تطبقهن، هذه الخطوه تريد، لا هي المفروض تطلع لك صحيحه، بس انا حتى اتاكد، حتى اوضح لكم الفكره يعني من هذه الطريقه. زين انه طلعت اثنيناتهم صح. زين لما اجي اطبقهم على الثالثه اشوف يطلع صح، ممكن يطلع صح ممكن لا. جيت طبقتهم ايش قد طلع؟ طلع 1. هو التارجت ايش قد؟ شوفوا بالسؤال، تارجت 0، اذا خطا. اذا تارجت 0 شو اسوي؟ والاي طلع لي 1، شو اسوي؟ اطرح. جيت طرحت. لما اجي اطبقهم على الكل شوف طلعت لي نفس الاي نفس التارجت الاول، والاي 2 نفس التارجت الثاني، والاي 3 نفس التارجت الثالث. واضح ان شاء الله؟ عندكم سؤال قبل ما انتقل الى مثال اخر؟ هو نفس الموضوع، شوي شوي راح توضح عندكم الفكره. هي فقط انه شلون اطلع الاي واقارنها ويا من؟ ويا التارجت. ها طلاب. تمام ان شاء الله، واضح استاذ. شو بس احمد واضح ان شاء الله.
استاذ، شكرا. العفو. هسه شوي شوي راح توضح عندكم. احمد ضياء شو تقول؟ مدرشين. يعني استاذ واضح بوجودك، شرحك واضح استاذ. الله يسلمك. نور. واضح استاذ. تمام. هسه شوف راح نكمل نشوف مثال اخر. شوف اذا تريدون تقرون هنا هو نفس الشيء ترى يعني، بس شوي انا وضحته بعد اكثر. شوف هسه هنا هو نفس الشيء، بس هنا شو يقول لك؟ مثلا شو مسوي؟ يحسب ايرور. ايرور يعني شنو؟ التي ينقصه من الاي. زين؟ فانا افضل انه تمشون على طريقه واحده حتى لا يشدوكم اكثر من طريقه تقول لك انه هذا الكلام هو نفسه انه على هذه الملاحظه. تمام؟ بس هو قايل انه مثلا اذا التي مثلا واحد زين والاي طلع لي صفر، ايش قلنا هنا أنا؟ اذا تي واحد والاي صفر تجمع، فانا ايش راح اسوي؟ تجمع ويا الايرور. زين اذا كان هذا صفر التي والاي واحد شو تسوي؟ تطرحه من الايرور يطلع لك سالب واحد. تمام كذلك للويت هو نفس الشيء. بس خلينا نشوف مثلا هنا ناخذ رجع الاورنج والابل، هذا الابل وهذا الاورنج، هذا التارجت مالتهم. استاذ ياسر، استاذ نعم. ياسر، نعم نعم الصورة راح تمي، الصورة ما اوكي معي استاذ. الكل ما عندكم صورة؟ الصورة عندكم؟ لا ايه تمام موجودة. وين احمد ارشد مو كان؟ لو منو؟ ايه عين استاذي. احمد اطلع وارجع. اوكي استاذ. تمام. شوف طلع هذا البي الاولى والبي الثانية. لا انا هو شوف السنة انا مثلا نعطيك يقول لك وي ستارت وذ انيشال ويت وبايس، هو نعطيك اياه. تمام؟ زين قلنا اذا ما اعطاك اياه تاخذهم كلهم صفاره. زين هسه نجي هذا اجي اطبقه على من؟ على البي الاولى. زين المفروض الاي شو يطلع لي؟ المفروض صفر، عفوا اي صفر. تمام؟ نجي نشوف هذا ليميت دبليو 1، هاي دبليو نفسها جبتها اللي وينها ياسها، والبي وينها البي اللي هي هاي. تمام الانبوت وهذا البايس وين هياته 0.9 0.5. تمام ايش قد طلع لي؟ طلع لي واحد زين، والتارجت ايش قد؟ صفر. ارجع على ملاحظتي تي صفر والاي واحد، شو اسوي؟ اطرح. تمام هو انا جاي حاسب ايرور، هو نفس الشيء سالب واحد يعني نفس الشيء يعني طرح. زين جاء طرحهم طلع الويت الجديده. شوف هنا أنا هي طرح، هذا تقول يعني جمع؟ لا هو طرح من هاي سالب واحد. زين وبالنسبه يقول لك البايس ابديت اللي هو شلون احسب البي الجديده، ايضا اطرحها من الواحد. اوكي الى نفس هاي الملاحظه، وين شوف طرحناها من الواحد. هذا هو فيرست اتريشن. المفروض هسه هنا يطلع لي، شوف هنا هو ما مطبقها رجع مطبقها على البي، المفروض هو يطلع لك لما ترجع تطبقها يطلع لك الحل صحيح. جت طبقتها على الثانية البي 2
سيركت انتراكشن، هذه هي البي 2. تاخذ الويت اللي هي اخر شيء، هذه ما اخذ الاولى زين، والبي ياهو اخذ هذه ايضا زين. طبعا انا وكاتب سالب بوينت 5، هي سالب بوينت واحد سالب واحد ونص زين، او نفس الشيء راح تطلع صفر، بس يعني صلحوها عندكم خطأ بالكتاب زين. طلع الصفر، التارجت هو ايش قد؟ نرجع نشوفه، واحد. قلنا الملاحظة مالتنا تارجت واحد والاي صفر طلعت لي، شو اسوي؟ اجمعهم، واضح؟ جيت هنا انا اشوف واحد، يعني هو طلع لك واحد الايرور، هو نفس الشيء زين. تيجي تجمعهم ايضا هنا، أنا ايضا اجمعهم ويا من؟ اجمعهم ويا الواحد تمام. لما اجي اطبقهم شوف جاء ثيرد اتريشن، جاء اطبقهم على من؟ على البي الاولى، وانا اشوف واحد سالب واحد سالب واحد، يا هي واحد سالب واحد سالب واحد، المفروض شو يطلع لك؟ المفروض يطلع لك صفر. جانا دي شيء وانا ثلاثة واحد سالب واحد سالب واحد، طلع لي واحد. شوف هنا شو جاي اسوي؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا لازم الويت والبي يتطبق على الكل، يلا الحل صحيح، طلع لي واحد. اذا ارجع شو اسوي؟ ارجع اطرح من من البي الاولى، البي 1 زين، كذلك الويت. هنا يا اما ترجع تطبقهم زين، طبعا هو ما مكمل، يا اما ترجع تطبقهم لما ترجع تطبقهم زين راح يطلع لك الناتج الصحيح. اوكي طلاب، بس خلينا نشوف مثال بعد اخر، هذا من الاسئله المحلوله. طبعا هنا طلاب اكو هنا بروف هذا الموضوع، بروف اوف كونفرشن، هذا ما داخل، هذا كله ما داخل. هذا الامثله اللي حللنا جزء من المحاضره السابقه، شوف هنا هذا المثال يقول لك حلي بالبيرسيتران رول زين، اشوف ذكر لي ديسيشن باوندري، لا يقول لي بيرسيتران رول، يعني شنو هاي الطريقه مالتنا اللي اخذناها اليوم. اذا قال لي ديسيشن باوندري شلون هذني الاسئله احل عن طريق الرسم. اوكي زين، وش قايل لي؟ قايل شوف، قايل لي هو الانيشال ويت والبايس صفارة، اذا ما قال لي انا اخذ النصفارة. اوكي زين، وظل اعطيني بي 1 والتارجت مالته، بي 2 والتارجت مالته، والى بي 4 والتارجت ايضا مالته تمام. اجي اطبق على وحده وحده، اجي اطبق انا اول شيء ابدي بالبي 1، هذا الويت والبي، هذا البي 1 اللي هي 2 2 هي 2 2 زين، الويت قلنا صفر والبايس صفر، هذا صفر بصفر صفر بصفر، طلع لي طلع لي واحد، والتارجت قد صفر. ارجع على الملاحظه اللي انا حافظها، التارجت صفر والاي واحد شو اسوي؟ اطرح، شو بلا طارح هو، هو مستخدم الايرور اللي هو سالب واحد اللي هو نفس الشيء، يعني طرح، يعني عمليه طرح. قلت لكم انتم مخيرين كيف تريدون تستخدمون هذه، بس انا اشوف هذه اسهل، ليش اقعد احسب ايرور ولا وقت نفسي ما اعرف شنو؟ هي اذا تي واحد والاي صفر اجمع، اذا بالعكس صفر بواحد اطرح تمام. جاء طرحهم، شوف انت تريد ترجع تحسبها على البي الاولى، المفروض يطلع لك صحيح. اوكي جرب وشوف، فكس انتريشن على من؟ على البي 2، هذه هي البي 2، هذا الويت الجديده وهذا البايس الجديد، طلع لي واحد. اجي اشوفه والله نفسه، لا واحد، اذا اوكي هنا انا ما اغير تمام. شوف ايش قايل لك، الاوتبوت اي ايكوال تو تارجت زين، ما اسوي نوت ريزلت اني تشينج، ما راح اغير
الويت هو راح يبقى نفسه. اجي اجي اطبق هذا الني، اطبقه على الثالث، اشوفه يطلع. لا جيت طبقته على الثالث، ايش طلع لي؟ طلع لي صفر. الاي اجي اقارنه ويا من ويا التارجت، طلع لي صفر. اها اوكي ايضا صحيح. فاذا البي 3 ايكوال هنا طبعا قال الاي المفروض هنا يذكر الاي 3 مو البي 3 المفروض، ها خطا. اي 3 ايكوال شنو؟ التارجت. فاذا ايضا نو تشينج. اوكي سيجي اطبقهم على الرابع تمام، اللي هو شنو؟ هذا وهذا. قد طلع لي، طلع لي صفر. خلينا نشوفه التارجت تطلع صفر. طلع واحد. اذا انا شو اسوي؟ اجي اطرح، او عفوا اي سي اجي اجمعهم تمام، اي واحد. زين جيت جمعتهم، شوف يقول لك لما تجي تطبقهم على الكل يقول لك نو تشينج. زين ترجع تطبقهم على الكل هيصير، بس عندك وين هيصير؟ بالثالث. شوف عفوا بالثاني، تجي ترجع عليهم. شوف الستينار وصلت للرابع، حسبت ويت وش اسمه وبايس. اوكي ما عندي مشكله. المفروض هسه هنا لما اجي اطبقهم على الكل المفروض صحيح يطلع لي. زين فهنا هسه كملت على البي 1، جيت على البي 1 نشوفه صحيح لو لا، طلعت لي صفر. التارجت ايش قد كان؟ صفر. اوكي صحيح. اجي لازم المفروض اطبقه على البي 2، المفروض يطلع لي واحد. نشوف يطلع لي واحد، هذا البي 2 سكت اتوريشن. طلعت لي صفر. اذا شو اجي اسوي؟ اجي اطرحهم او عفوا اجمعهم. زين طلعت لي واحد. اجي هسه على البي 3 وعلى البي 4 وعلى البي 1 وعلى البي 2، طلع لي شوف نفس التارجت الاي، نفس التارجت. زين فاذا اخر شيء انا شو وصلت؟ وصلت انه الدبليو انه هذا. هلا جعيده صحيح انه ممكن اكثر من مره، بس هي ترى ما بيها شيء، سهله. زين يعني خطوات الحل سهله، انه فقط اجي اشيك الاي ويا التارجت تمام، ناطيني بي 1 الى بي 4 كل واحده بيها تارجت، وناطيني الانيشال ويت وبايس تمام. اجي بالبدايه اجي اطبق على البي 1 المفروض يطلع لي صفر. اذا طلع لي واحد تجي اسوي؟ اجي اطرح تمام، طرحت. اجي اطبق هذا على البي 2 زين المفروض ايش يطلع لي؟ المفروض يطلع لي واحد. شيكناه شوف طلع لي واحد. اذا هنا انا عندي نو تشينج، اذا اوكي اطبق عليه من؟ اذا لا اجمع ولا اطرح هنا. اوكي اللي هو نفسه الويت الثاني نفس الويت الاول، والبي الثاني نفس البي الاول تمام. اجي اطبقه على الثالث، المفروض ايش قد يطلع لي؟ المفروض يطلع لي صفر. واضح؟ جيت طبقته هذا الثالث طلع لي صفر. اها اذا اوكي نو تشينج. اجي اطبقه على الرابع، شوف الرابع هو ايش قد؟ واحد. هنا طلع لي صفر. اذا شو اجي اسوي؟ اجي اجمع. زين لما جيت جمعتهم ايش طلع لي؟ طلع لي بي جديده، هذه هي البي الجديده وهذا الويت الجديد. المفروض هذا مو بس على الرابع اطبقه، المفروض اطبقه على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث، المفروض يطلع لي صحيح. زين لما جيت طبقت على الاول، لما جيت طبقت على الاول اوكي طلع لي ما عندي مشكله صفر نو تشينج. اجي اطبق على من؟ على الثاني.
طبقت على الثاني طلع لي صفر، هو ايش كان؟ كان واحد، اذا خطأ. شو اسوي اذا كان تارجت واحد والاي طلع لي صفر؟ شو اسوي؟ اجمع. زين جمعته، زين هسه هنا انا اجي اطبق هذا الويت الجديد اللي جمعته والبايس، اجي اطبقه اذا تي طبعا بس اي الاول والثاني والثالث والرابع يطلع لك نفس التارجت، زين اللي هو شنو هو؟ هذا الويت وهذا البي. اخر شيء اقول له انه هذا الويت وهذا البي، زين اني لما اجي اطبق مع البي يطلع لي كل واحد تارجت مالته. واضح طلاب؟ طب ما انتقل لمثال اخر، واضح؟ ترى ان شاء الله مو صعب، زين فقط انه تقارن الاي اللي ويا من ويتي، اذا ما بالشافات اما اجمع او اطرح. اوكي ها طلاب، تمام ان شاء الله واضح استاذ ياسر. بس ان شاء الله بعد راح تقروها وتصير بعد اسهل لكم، يعني ترى هي ما بيها شيء، يعني الخطوات الحل يعني حتى الضرب يعني مو صعب، يعني هو قلنا لكم هذا القانون ثابت اللي هو مالتنا دائما نستخدمه اللي هو الدبليو في البي زائد البايس. تمام نشوف مثال اخر. شوف هسه هنا هاي صار بين 8، شوي هنا الحل هيصير طويل، زين هنا هي نفس الخطوات. شوف هنا قاعد نعطيك هو انيشال ويت، اذا ما انطاق انت تاخذ الاصفاره كليتين حتى هذا صفر بصفر بصفر، زين هسه المصفوفه صارت ثنائيه. اوكي فنفس الخطوات انه تجي تقارن الاي ويا البايس، عفوا الاي ويا التارجت، زين بس انا اقول لك هنا هيصير الحل طويل. مرات مرات السؤال شو يقول لك؟ يقول لك انت احسب لي فد فور اتريشن، انت للفور انه ممكن حتى ما توصل للناتج الصحيح انه انت تتوقف. اوكي بس المهم ان الخطوات مالتك صحيحه، انه تجي تقارن لما تجي تحسب الاي مالت هذا المفروض يطلع لك صفر بصفر. نشوفها جا حسب الاي طلع لك واحد بواحد، زين فانا شو اسوي؟ انا تطرح تمام تجي تطبقها طرحتهم، زين تجي تطبقهم على الثاني. شوف السنة صار واحد بواحد، هو نفسه اذا طلع لك واحد زين نفس الشيء، بس تسوي هنا سالب واحد سالب واحد تمام، تيجي تطرحهم سالب واحد سالب واحد، كذلك البايس ايضا تطرحهم تيجي النوب ترجع تطبقهم على الثاني، وهكذا فقط انه قارن الاي ويا البايس. هذا كل ما يخص المحاضرة الموضوع هذا، زين شوف هنا أنا آخر شيء أني لما جاء فصلهم هالصيغة صارت تمام. أكو أسئلة هنا أنا. آخر شيء حاولوا حلوها بيناتكم. أوكي نفس الشيء، أما يقول لك شوف هسه هنا initial weight نعطيك إياه أصفار تمام. مثلا اكو اسئله على الديسيجن باوندري، هذا مثلا هذا الديسيجن باوندري، هذا مثلا هذا عن طريق الرسم، فانا شو اجي اسوي؟ اجي ارسمهم ذوله، بعدين اوجد خط يفصل بيناتهم بين الاي اللي هو واحد بين اللي يعطيني واحد تارجت ويعطيني صفر تمام. ارجع اقرو ذني الامثله، حاولوا تحلوها مثلا بايديكم بس تدربون عليها، يمن يطلع لك صفر يمن يطلع لك واحد
مرة تجمع مرة تطرح. زين إن شاء الله تشوفوه سهل عليكم حتى تقدرون تحلون هذه الأسئلة. زين تعاونوا بيناتكم إن شاء الله تكون سهل عليكم. أكو أحد عنده سؤال بالنسبة لهذه المحاضرة؟ أستاذ ياسر، نعم أحمد. أستاذ شلون اليوم الأسئلة؟